يمكننا أن نقول أن هناك علاقات وردية الآن وصفحة جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، أم هي ربما محاولة من الأمريكيين لإظهار الصورة بهذا الشكل؟ بلا شك أن الجو الذي جديد، جو الجديد الذي نحن نشاهده اليوم بعد تغيير في الإدارة الأمريكية من رئيس السابق ورئيس الجديد، هذا فرق كبير، وهذا يعطي الأمل أن علاقات روسية الأمريكية توجد السند المتين لمستقبل في مسائل بناء النظام الدولي الجديد، النظام السياسي ونظام الاقتصادي، ولا شك أن هذا ينعكس على جهود مشتركة حول قضية الشرق الأوسط. الموضوع الشرق الأوسط كان اليوم على مزاد البحث بين الرئيس الروسي ووزيرة الخارجية الأمريكية. لا شك أن هذا القضايا كمان يمكن أن يحصل على دفعة جديدة بعد زيارة وزيرة الخارجية لموسكو. أشكرك على الدكتور فيتسلاف موتوزوف الدبلوماسي الروسي السابق من موسكو، شكرا جزيلا لك. دكتور صالح، في نفس السياق عندما نتحدث عن تصريحات البعض يصفها بالتصريحات الدبلوماسية المعسولة إذا صح التعبير، وتحديدا من الإدارة الأمريكية وكأنها تريد أن تسترضي الروس أو تظهر بأنه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا هناك تفاهم على جميع الملفات، ولكن عمليا إذا أردنا أن نطرح كل الملفات التي كانت سابقا فيها خلافات هي ما زالت موجودة، يعني نفس الخلافات ونفس طبيعة الروس والأمريكيين. يعني أولا لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن تحوز رضا الروس أو ثقة الروس في جميع الملفات، وخاصة فيما يتعلق في الملف الإيراني ومشاركة روسيا في مفاعل بوشهر أولا، ثانيا في الوجود الأمريكي والغربي في أفغانستان، ثالثا في مسألة الدرع الصاروخي في أوروبا الشرقية، واعتبرت روسيا أنه تعد على حدودها الأمنية والإقليمية. كل هذه الأمور إضافة إلى الأمور الاقتصادية الأخرى وما سببته الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة عالمية، كل هذه الأمور جعلت الروس يسيرون بحذر تجاه أي علاقة مستجدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا بريطانيا فرنسا، دول 5+1، وبالنسبة لروسيا للآن ليس هناك اقتراب حتى من مسألة الحل في الشرق الأوسط. تحدث فيتسلاف حول مسألة العلاقة الروسية الأمريكية بالنسبة لقضية الشرق الأوسط، الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن تقف بقوة تجاه مثلا وقف الاستيطان، ثانيا لم تستطع أن تقف بقوة تجاه المقدسات التي تتعرض للاعتداء من قبل الصهاينة. موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الانتخابات التي حصلت في فلسطين وعلاقة السلطة بحماس يعني غزة بالضفة الغربية، كل هذه الملفات إضافة للعراق، كل هذه الملفات جعلت حتى تركيا تقف موقفا معارضا للمناورات التي كانت ستجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. فإذا إذا كانت تركيا الحليفة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية، فكيف بالروس الذين يحاولون أن يشاركوا الولايات المتحدة الأمريكية في أزمات إقليمية لها علاقة بحدود روسيا، يعني إيران على حدود روسيا، أفغانستان، قضية الشرق الأوسط وتأثيرها على العلاقة وخاصة مسائل النفط. إذا الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت للآن تحاول أن ترأب الصدع الذي وجد نتيجة سياسات بوش. ها الآن هل كلينتون وأوباما، إدارة أوباما تستطيع أن تتجاوز هذا الأمر؟ أنا أعتقد أن هناك مشكلة أصبحت بنيوية في السياسات الأمريكية لا يمكن تجاوزها من خلال هذا الكلام المعسول أو الناعم، أكان تجاه إيران أو تجاه العالم الإسلامي أو حتى تجاه روسيا. ليس هناك للآن خطوات عملية تبرهن على أن الولايات المتحدة الأمريكية تغيرت سياسيا بشكل جوهري، وبالتالي دعت إلى إعطاء أوباما ما يسمى نوبل برايز للسلام. سأتحدث ربما عن موضوع قدرة الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة القادمة. دكتور سليمان، هناك نقطة مهمة، يعني البعض يصف سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الآن سياسات ضعيفة، هي تحاول استرضاء روسيا تحديدا، ما الذي تقوله خصوصا إذا يعني دققنا قليلا في الأزمات التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية، إن كان على صعيد الداخل وإن كان على صعيد الخارج في العراق في أفغانستان في منطقة الشرق الأوسط تحديدا، ما الذي يمكن أن نقوله هنا في هذا السياق؟
لا شك أن الولايات المتحدة تملك بعض المقدرات على إغراء روسيا وإغراء قوى دولية يمكن أن تشارك في صياغة النظام الدولي الجديد. أنا أسمع صدى وآمل من الفنيين أن يصلحوه. نعم. في تقديري علينا أن نفهم برؤية استراتيجية أن الخصوم الأساسيين للولايات المتحدة للنخبة الحاكمة هم العالم الإسلامي، روسيا، الصين بدرجة الأولى، ويأتي الآخرون بموقع المنافسة إن كان على مستوى أوروبا، اليابان، أي كتل اقتصادية عالمية أخرى. لذلك في تقديري الروس أيضا يفهمون جيدا أن كل تصرف الولايات المتحدة في أوروبا وعلى الحدود وعلى التخوم الروسية يهدف إلى أضعاف روسيا وتحطيمها إلى حد ما ومنعها من أن تعود إلى الساحة الدولية. لذلك يتم التعاطي بطريقة إن كان في السابق عبر تحطيم الوضع الاقتصادي في روسيا، إنما استطاعت روسيا أن تحتفظ بقدرتها خاصة بسبب أسعار النفط وبسبب بعض الإجراءات الداخلية إلى أن تعود إلى المسرح الدولي، ولكن ليس بالقوة المرغوبة. لا يمكن أن تفرط روسيا ببعض الأوراق الأساسية بالنسبة لها. صحيح أن روسيا لا ترغب في أن يكون لديها جار إضافي جديد يمتلك سلاح نووي، ولكن في نفس الوقت أيضا تدرك جيدا أنه لم يعد بالإمكان الحيلولة دون امتلاك التقنية لتصنيع السلاح النووي. بمعنى التقنية السلمية يمكن أن تتحول. هذا الخيار الياباني الموجود أو الخيار البرازيلي أو خيارات أخرى موجودة في العالم تستطيع أن تنتج سلاح النووي. لذلك يتم التعاطي بطريقة إدارة هذه الخلافات من وقت لآخر. تتراجع الولايات المتحدة أو تتقدم. لنلاحظ مسألتين تمتا مؤخرا تظهر أن الولايات المتحدة تحاول استدراج روسيا. مثلا موضوع الانكفاء عن الدرع الصاروخي في أوروبا الشرقية، والحديث الآن ولكن البدائل كانت هي في وضع منظومة دفاعية صاروخية متحركة تعتمد بصورة أساسية على القطع البحرية وعلى بعض الأراضي أو على مناطق أخرى غير المنطقة التي كانت تستهدفها والتي كانت تدرك روسيا أنها هي مستهدفة أكثر من غيرها. الأمر الآخر هو موضوع التفاهم على تقديم بعض التسهيلات اللوجستية للقوات قوات الناتو والقوات الأمريكية في أفغانستان. ولكن حتى في كلا الحالتين نجد أن الطرح الروسي والذي الآن تتقدم منه الولايات المتحدة أن موضوع الدرع الصاروخي يمكن أن نبني، إذا كنا فعلا ضد خطر الصواريخ البالستية فلماذا لا نبني منظومة مشتركة وندخل في منظومة مشتركة. هذا البحث سيستغرق سنوات. طيب. وبالتالي يمكن استخدام الرادارات التي يملكها الاتحاد السوفيتي ويمكن أيضا المشاركة في بناء هذه المنظومة. طيب. إضافة إلى ذلك أن حتى دكتور سليمان يعني هناك نقاط روسيا هي أيضا وسيلة ضغط بيد هي وسيلة ضغط. لا هذه النقطة هي بنفس الوقت تسهيل لقوات حلف الناتو وأمريكا في أفغانستان، ولكن تدرك روسيا بتجربتها أنه لا يوجد إمكانية للانتصار العسكري فليتورطوا أكثر وليعتمدوا علي في هذا الأمر. إذن في تقديري في نهاية الأمر مصالح روسيا هي في أن تعود إلى المسرح الدولي، إلى مسرح الشرق الأوسط، ولا تفرط في علاقاتها مع إيران عندما يصل الأمر إلى وضع عقوبات، طالما أنها مقتنعة بأن الخيار النووي العسكري الإيراني هو ليس خيارا قريبا وانه يعني تحدثت عن كل الملفات التي ربما طرحتها كلينتون خلال زيارتها. دكتور منذر، فقط نقطه وباختصار لو سمحت قبل ان انتقل للنقطه الثانيه. هل عندما لاحظنا مباشره تصريحات وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف حول موضوع عدم السماح بممارسه اي ضغوطات جديده او فرض اي عقوبات جديده على ايران، هل هي محاوله مباشره لقطع الطريق امام الامريكيين للحديث عن هذا الموضوع في هذه المرحله بالذات؟ وبالمقابل كذلك يعني أن جزء من زيارة كلينتون قد فشل والمهمة التي تقوم بها قد فشلت إلى حد ما؟ بالطبع يعني الأولوية ربما تكون